الحاجة فتحية. حاجة فتحية عندها 60 سنة، 60 سنة وهي بتشتغل ايه؟ بتشتغل سروجي عربيات، بتشتغل الشغلانة دي من 40 سنة. تعالوا نسمع حكاية الحاجة فتحية وابنها. بحبك يا أمي، حنانك في دمي، ونورك في قلبي، وليكي فيا كل شيء. حاجة فتحية ست بقالها عندها 60 سنة، دخلت المهنة وهي عندها 22 سنة، مع زوجي ووالدي وعمي وجدي وكل الناس بيشتغلوا نفس الشغلة دي. اول هديه جات لي مصطفى، جاب لي ورده وهو لسه في المدرسه، كان لسه صغير، والحمد لله مش منتظره هدايا، منتظره ان هم يبقوا في احسن حال. دي هديتي ان هم يربوا عيالهم زي ما انا ربيتهم، يربوهم ويتعبوا عليهم زي ما انا تعبت وشقيت انا وباباهم عليهم. كنت انا واخويا بنروح المدرسه مع بعض، كانت بتنزل تودينا، تمام، لدرجه ان هي كانت بتخاف علينا قوي، تودينا لغايه المدرسه، والمدرسه كانت جنب المحل، تمام. كنت اخرج من المدرسه اروح على المحل، افضل قاعد معاها طول اليوم وبذاكر واكل وكل حاجه في قلب المحل لغايه لما اروح بالليل، تمام. واللي احنا ذاكرناه في المحل ترجع برده بالليل تشوف في حاجه ناقصه، في واجب ناقص، الكلام ده كله. عيد الام اللي فات كانت هي في العمره، وهي في المطار، كانت جايه يوم عيد الام، كنت جايب لها سلسله ذهب ولبستها لها في المطار وهي خارجه اول ما شفتها. دي مصطفى لبساني وانا جايه في المطار السنه اللي فاتت في عيد الام. ان شاء الله هاخدها الحج السنه دي ان شاء الله، ودي افضل هديه ان شاء الله باذن الله. جنى دي بنت محمود، وميرنا ومازن ولاد مصطفى، دول عينيا، دول حاجه تانية بقى خالص عن ابهاتهم. يعني كل اللي مامتهم بتعملهم اسيتهم بتعملها، باكلهم، بشربهم، اديهم للدكتور، اي حاجه فيهم بعملها لهم. الحقيقه انا بشكر كل اللي عملوا التقارير النهارده. النهارده حلقه يعني اعتقد انها هتكون حلقه فعلا مختلفه بشكل كبير جدا جدا. انا الناس معجبه الحقيقه، ما اكذبش يعني جزيل الشكر لكل زملائي اللي عاملين كل المجهود ده. وشفتوا الهديه الحلوه، طلع الحج، ربنا يا رب يوديها ويرجعها بسلامه الحاجه فتحيه، وكمان ربنا يرزق الام نور اللي كانت بتتمنى العمره، ان شاء الله ربنا يرزقها بالعمره قريب.